احب الفرح وبغني واخاف من الجرح يقلمني ومهما همومي تظلمني بقول الله. انا اسمي هشام، المحل هنا مشهور بالحاج صلاح وكله بيندهلي باسم صلاح. المحل هنا يعتبر وراثه من جدي الله يرحمه، جدي قعد فيه حوالي 73 سنه، وبعد كده والد الله يرحمه الحاج صلاح برضك توفى وعنده حاجه و60 سنه 62 سنه، وانا الحمد لله السنه دي 60 سنه ومفيش حد هيقعد فيه تاني. انا ما اتجوزتش عشان اتشغلت باولاد اخويا الله يرحمه، هسيبهم لو بنات لو صبيان اشغلهم معايا، انما دول ثلاث بنات عرايس. انا برضك عشان كده ما عرفتش، السنين جريت بيا وخدمه امي قبليها وخدمه اخويا اشرف الله يرحمه قبليها، كان عنده ضمور في العضلات ومحدش بيجي جنبه، لازم انا اللي اشيله، انا واخويا علي الله يرحمه اللي ساب لي ثلاث بنات. فحياتي كانت اهو كل 20 سنه موضوع، لغايه ما ربنا افتكرني السنه دي 60 سنه مستني امر ربنا وبس. انا مكاني هنا بيجي لي زوار كتير من اجانب، من عرب، من مصر كتير قوي بيجوا على المسجد نفسه، لان ده اللي متصور على الخمسين جنيه، والدكانه بتاعتي صغننه جدا جوه الخمسين جنيه باينه، ففي ناس كتير قوي بتيجي على الخمسين جنيه وينزلوا يكلموني، وانا من حديثي مع الدكاتره والناس بتوع الاثار اللي بيجوا هنا يزورونا ويتفرجوا على المسجد، فحفظت منهم حاجات وتواريخ انا ما كنتش، انا اللي ساكن فيه ما كنتش اعرفها، ان الامير كجماس الاسحاقي اللي بناه ده مملوك شركسي من مماليك الشراكسه اللي كانوا في مصر، وهو المهندس على قلعه قايتباي في اسكندريه، وهو المهندس هنا في المسجد عندنا لانه حاطط فن العماره والارابيسك والخط الامير كجماس كان حكايه. انما اللي مدفون في المسجد سيد احمد ابو حريبه، ده راجل صوفي كان بيحفظ القران في الكتاب الملحق بالمسجد، لان المسجد وكتاب وسبيل. ال 50 جنيه اول ما طلعت من حوالي 30 28 سنه، اول ما شفنا ال 50 جنيه وشفنا المسجد بتاعنا كل الدنيا فرحت، ان دكاكيننا جايه جوه ال 50 جنيه، ثلاث دكاكين فيهم ثلاث شبابيك ويوم ثلاث شبابيك تاني، فمنظر جميل والفرحه مش سيعانه، وكفايه الزوار اللي بيجوا عايزين يشوفوا المحلات وناس كتير بتجيلي من جميع انحاء العالم. عمري ما افكر ان انا اغير مكاني، المكان ده كفايه ان انا ببقى قاعد سرحان اشوف ابويا قدامي، المكان نفسه روح الناس دي فيه، فانا هسيبه ليه وهروح فين؟ والشغلانه نفسها علمتني الصبر، لان شغلتنا كل حاجه جايه لك بفكر، كل حاجه لو حضرتك صورت الحاجه اللي عندي هتلاقي كل حاجه عايزه دماغ، عايزه شغل، عايزه تفكير. المكان انا بحبه جدا يعني، انا ما اقدرش استغنى عنه لاني اتعلمت فيه حاجات كتيره قوي وحبيته اكتر من الاول، وانا صغير ما كنتش اعرفه، انما كل ما بكبر كل ما بعرف المكان من شكر الناس فيه، وبيجوا له زوار من جميع انحاء العالم وبيجوا يزوروني وبيتكلموا معايا وبيشرحوا لي عنه، وبفهم منهم حاجات انا ما كنتش اعرفها عن المسجد، لان بيزوروه ناس مهمين جدا. انا هنا تبص المحل نفسه هو كله اثار، وحتى العده اللي موجوده فيه اثار، واللي قاعد شغال وبيكلم حضراتكم قرب يبقى اثار. انا عندي هنا المكنه بتاعت والدي الله يرحمه، مع ان كان فيها اقدم منها، دي عندها حوالي داخل على 40 سنه، وعندي السندال بتاع جدي الله يرحمه عنده فوق ال 160 سنه، لان ده بتاع ابو جدي مش جدي. الباب المحل نفسه خشب من عمر المسجد، ده ابويا الله يرحمه كان موجود والباب موجود، جدي وهو هو الباب. انا عندي بنك هنا داخل على 50 سنه وزياده، كان ابويا الله يرحمه بيقعد يشتغل عليه هنا، والصنايعيه لو ابويا مش فاضي بيقعدوا يشتغلوا عليه. لما الدنيا بتضيق بيا في اي حاجه، يعني في أي ظرف، شغلة مش عارف مش طايقها مش عارف أعملها، مزنوق عايز أي حاجة أقضيها ومش لاقي، بقول دعاء جميل اتعلمته من أجدادي: اللهم يا مسهل الشديد ويا ملين الحديد ويا منجز الوعيد ويا من هو كل يوم من أمر جديد، أخرجني من حلق الديك إلى واسع الطريق،
بك أدفع ما لا أطيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أنا ما فيش طلبات عندي، أنا نفسي يا رب يتعمل لي معاش أعيش منه، لأن أنا بيجيلي أيام دلوقتي السكر مسيطر عليا، ما بقدرش أنزل أفتح وما بقدرش على مصاريف العلاج وكده، فالمساعدة من عند ربنا ويا رب يتعمل لي معاش.